السلام عليكم. تبدو المعركة في فلسطين اليوم هي عدوان جوي على قطاع غزة يقابله دفاع عن النفس بإطلاق صواريخ على المدن الفلسطينية المحتلة منذ عام 1948، لكن هذا هو الجزء الظاهر فقط والأقل أهمية ربما في المعركة. فالصراع العميق والجوهري في هذه الساعات هو على اتفاق شامل يربط بين غزة وبيت المقدس، المبدأ الذي ترفضه إسرائيل وتصر عليه المقاومة في غزة. بحسب مراقبين فإن المقاومة تستطيع أن تصل إلى هذا الاتفاق بشرط أن تتمتع بمزيد صبر وجلد في مواجهة القصف الجوي الإسرائيلي. فالمراهنة اليوم على عامل الوقت الذي يخدم الفلسطينيين لاعتبارات كثيرة، منها ضعف المجتمع الإسرائيلي وعدم امتلاكه اللياقة النفسية والمعنوية لتحمل الصواريخ الفلسطينية الساقطة على مبانيه وشوارعه. هذا يعني أن اعتبارات داخلية قد تدفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى القبول باتفاق ثنائي يجمع بين غزة وبيت المقدس، وهو ما يعني تطورا مهما في مسار الصراع، يمنح غزة مزيد قوة وبيت المقدس مزيد حماية. وربما يتوقف صمود قطاع غزة بنسبة جيدة على توفر الدعم الخارجي الذي هو في المقام الأول مسؤولية الشارع العربي. فكيف تفاعل الشباب العربي مع ما يجري في فلسطين اليوم؟ وماذا بإمكان الشارع العربي أن يقدم دعما لغزة في هذه المعركة المهمة التي قد ينتج عنها تحول بدرجة ما في مسار الصراع؟ هذه بعض أسئلة حلقة اليوم من برنامج حديث العرب، أهلا بكم. الاعتداءات الصهيونية المتكررة على الفلسطينيين والاستمرار في قمعهم وقصف مدنهم أعاد القضية الفلسطينية مجدداً إلى واجهة المشهد الدولي، مع أن المواقف الدولية إلى الآن لم تتجاوز حد الدعوات للتهدئة، كما في تغريدة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التي دعا فيها إلى تهدئة فورية في فلسطين. العدوان الصهيوني على الفلسطينيين لا سيما قطاع غزة، والذي ذهب ضحيته حتى الآن 230 فلسطينيا بينهم 65 طفلا و 1710 من الجرحى، خرق كل القوانين والأعراف الدولية. فالشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة مكتملة الأركان من قبل الصهاينة بقتل المدنيين وهدم منازلهم، بحسب المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة. قصف المدن الفلسطينية بهذه الوحشية لم يحرك أغلب الحكومات العربية للقيام بواجبها تجاه القضية الفلسطينية، وتسبب في إحراج كبير للحكومات التي طبعت علاقاتها مع الكيان الصهيوني مؤخراً. ووفقاً لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، فإن قصف الاحتلال لقطاع غزة هز عمليات التطبيع التي أقامتها بعض الدول العربية مع الصهاينة، وإن سفك دماء الفلسطينيين فضح غياب أي نفوذ للدول العربية التي وقعت اتفاقيات مع الاحتلال. أما الشعوب العربية فكعادتها في تضامنها ووقوفها بجانب فلسطين، فقد انطلقت في مسيرات دعم وتأييد رفعوا خلالها شعارات تطالب بالاعتراف بحقوق الفلسطينيين، وشجبوا القصف الصهيوني على غزة، ونددوا بطرد العائلات الفلسطينية من القدس الشرقية، وامتدت تلك المسيرات لتشمل دولاً أخرى وجاليات عربية وإسلامية رافضة للعدوان الصهيوني، كما سارعت الكثير من الجمعيات والمنظمات إلى جمع التبرعات وفتح باب التطوع للعمل الخيري والطبي لدعم فلسطين. الفلسطينيون أعادوا للذاكرة قضية التحرير من جديد، وأنها لا تختلف عن قضايا النضال الأخرى، لتضفي عليها بعداً عالمياً وإنسانياً يسمح لها بالابتعاد عن الاعتبارات السياسية والإقليمية، وتذكر من نسوا أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام في المنطقة دون استعادة حقوق الفلسطينيين واحترامها، فقضيتهم حية لم تمت بعد. ينضم إلينا هنا في الاستوديو الأستاذ أسامة الملوحي، رئيس هيئة الإنقاذ السورية، وعبر سكايب من مدينة اسطنبول الأستاذ أحمد مولانا الباحث في الشؤون السياسية والأمنية، كما يكون معنا عبر سكايب أيضا من مدينة طرابلس
لبنان الأستاذ طارق شندب أستاذ العلوم السياسية. أهلا بالجمع الكريم. لو بدأنا في الاستوديو معك أستاذ أسامة، قياسا إلى مستوى الحدث الكبير الآن في غزة، في فلسطين عموما وتحديدا في غزة وبيت المقدس، كيف ترصد تفاعل الشارع العربي مع ما يجري الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. علينا أن نحيي هذا الحراك في فلسطين، له مؤشرات كثيرة، لا أريد أن أخرج عن محاور حلقتك الكريمة. الكلام عن فلسطين هو كريم في الحقيقة، اختيارك لهذه المواضيع اختيار موفق، لأننا الآن نشهد ملحمة عظيمة تهدد كيان إسرائيل بالزوال. الآن إذا جلس معي أحد ليناقش منطقيا وعلميا أنه هل إسرائيل كيان قابل للزوال، ربما قبل هذا التحرك لأن فيه ميزات كثيرة لقلت له أن الأمر صعب لغاية لدرجة المستحيل. يا سيدي الشعوب العربية، هناك أجمل ما كتب، أنا أعتقد أجمل ما كتب حول الحراك الفلسطيني مؤخرا، أنه إسرائيل استطاعت أن تحتل كل الدول العربية والإسلامية ولكنها ما زالت تحاول إلى الآن احتلال فلسطين. هذه حقيقة. الشعب الفلسطيني يجب علينا، الصحافة الإسرائيلية تقول أن مشكلة غزة لا يمكن أن تكون عسكرية، لأنهم جربوا مرارا، ليس الآن في هذه المرحلة فقط في هذه الجولة، جربوا مرارا. نحن أمام أصلا، لا نريد أن أخرج عن المحاور، لكن نحن أمام جيل فلسطيني يبدع أكثر من الأجيال. الأجيال التي يعني سبقته كانت عظيمة وكان فيها إعجاز، اليوم نشهد انتفاضة شاملة وملحمية تفاجئنا ونعطي درجات لم نكن نتوقع أنها سنعطي المزيد والمزيد لهذا الشعب البطل، الشعب الفلسطيني. عفوا أستاذ أسامة، هذه النقاط التي أشرت إليها حقيقة هي مهمة جدا وربما تكون أسية، لكن لا يقل عنها أهمية هو الدعم الذي ينبغي أن يحصل في الخارج. الآن لو وضعنا الكاميرا في يدك، كيف رصدت حركة الشارع العربي في عدد من العواصم والمدن العربية بمنتهى الموضوعية؟ هل كان على مستوى الحدث؟ أولا تفاعل الشعوب العربية، إن سميناها شعوب، يعني الشعب العربي في الأطفال العربية، الكتل العربية الشعبية في سائر يعني ضمن الشعب العربي تتفاعل بلا شك، ولدينا كلام كثير، ولكن أظن أن المشاهد يحضر في ذهنه دائما ما يحصل من هذا التضامن بين الشعوب العربية وما بين جزء منها، جزء يعني كريم اللي هو الشعب الفلسطيني. لاحظ معي أنه انتفاضة الشعب الفلسطيني أيضا بدوافعها هذه انتفاضة لا يمكن أن نعزلها عن انتفاضات الربيع العربي طبعا. طيب الآن عندما نتكلم يا سيدي عن ردود الفعل الشعبية العربية من حول فلسطين، يجب علينا أن نتحدث بشكل أكثر دقة ونقول الذين شاركوا في الربيع العربي. يعني أنت عندما تتكلم عن شعوب لم تنتفض، والطغيان الذي هو العامل المشترك بين الشعب الفلسطيني مواجهة الطغيان، في النهاية هذا طغيان عظيم مشهود على كل الكاميرات، هذا الطغيان موجود في سوريا، موجود في دول أخرى، في كل أو معظم الدول العربية. الشيء المشترك بين هذه الشعوب أنها تواجه الطغيان، هذا أولا. فلذلك عندما يتحرك هذا الشعب الفلسطيني اعلم أن هناك مثيله يفعل ما يفعل ضد الطغيان، وحصل في سوريا وحصل في كل الدول العربية. لكن أنا الآن مثلا أمام هذا السؤال، يجب علي أن أسوق ردة الفعل مثلا في المغرب العربي. ردة فعل التي أنا استقرأتها بعد ما اتصلت بي من أجل هذه الحلقة في المغرب العربي مدهشة للغاية، مدهشة للغاية. طيب أنا عملت استقراء أيضا ضمن الثورة السورية المباركة كشعب حي انتفض وكذا إلى آخره، أنتم عرضتم بلا شك المظاهرات المؤيدة. هناك أمر غريب أيضا، هذا التفاعل هذا التناغم، يرفع علم الثورة السورية المباركة عدة مرات عند قبة الصخرة وفي المسجد الأقصى، وتوجه التحيات في هذه في أزمتهم، يوجهون التحية للشعب السوري المنتفض العظيم، ويرد الشباب بمظاهرات متتالية كل يوم ويحملون علم الثورة الفلسطينية أو علم فلسطين يحملون في الأراضي المحررة في سوريا. هذا مشهد، لكن لاحظ أن المشهد فيه شيء واضح، أنه الأراضي التي تحت سيطرة الطغاة والطواغيت لا تظهر الصورة كما يجب أن تكون. فلذلك هؤلاء أيضا مجرمين، الطغاة مجرمون حتى في التغطية الإعلامية الباهتة التي يغطون فيها الحراك، لكن عندما تكون أراضي محررة في سوريا تجد أن الصورة واضحة جدا. أمر آخر عندما نتحدث أنه أمر مشهود، يعني بصراحة
الأمر المشهود أكثر من الدول من داخل الدول العربية أنه في الجاليات كما ذكرتم والمنظمات والمؤسسات اللي فيها عرب ومسلمين خارج الدول العربية تجدها واضحة ظاهرة مغطاة إعلاميا بشكل جيد. لماذا؟ لأنه في جو من الحرية، جو وهامش من الحرية كبير، لذلك وجود الطغاة لا يظهر الحقيقة في تفاعل الشعوب مع جزئها، ليس مع الشعب الفلسطيني، مع جزئها الفلسطيني. هذا يجب أن يكون واضح. أما قراءة الأمثلة عجيب، أقول لك أمر، هناك إحدى الفتيات السوريات من أصل كردي، أقول لها البارحة، قلت لها على سبيل التجربة، قلت لها أنت يعني لك قضيتك في سوريا ووضع كذا ربما ناقمة على جهة معينة أو كذا وكذا، الآن في الحراك الفلسطيني كيف تنظرين إليه؟ نفس السؤال. قالت أنا أتفاعل. لأي درجة؟ قالت لي أنا وأختي اتفقنا لو يصح لنا المرور إلى فلسطين لنقاتل. وهذه سورية ليست، يعني لا نقول إذن صفة عربي، وإنما أي كتلة مسلمة هي تساند هذا الشعب. نعم، وإسرائيل يعني إسرائيل اليوم في موقف لا تحسد عليه، في موقف هو الأشد خطورة على مستقبلها وعلى وجودها. عندما نتحدث عن الشعب العربي فكل الذين يعيشون على الأرض العربية وحتى من غير العرب من ينطقون اللغة العربية، فالأمر أشمل وأوسع وليس قضية عرقية. دعني أتحول إلى إسطنبول لأسأل أستاذ أحمد، يعني تابعنا ردود أفعال رسمية عربية حقيقة رافضة وشاجبة للأعمال الإسرائيلية في غزة وحتى في بيت المقدس، لكن ثمة من يقول إن الشارع العربي في مظاهراته لم يرتقي إلى مستوى رد الفعل الرسمي هذه المرة من حيث عدد التظاهرات، من حيث استمراريتها، من حيث زخمها، برأيك لماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال اللي حضرتك بتسأله هو بيرتبط بالمحور الأساسي اللي بيدور حول مستوى التفاعل الشعوب العربية، ودي نقطة ترتبط بتقييم مدى تفاعل الشعوب العربية خلال المرحلة اللي قبل بدء الأحداث الأخيرة. يعني بعد الثورات المضادة كان الوضع الإقليمي والدولي بيعول على انشغال الشعوب العربية كل شعب قضيته الخاصة به التي أحياها والمأساة التي أحياها، فانشغل المصري بالشأن المصري والسوري بالشأن السوري واليمني بالشأن اليمني وكذلك الفلسطيني بالشأن الفلسطيني، وفي ظل ذلك يعني وفي ظنهم أن الشعوب قد انتهت بدأوا في محاولة فرض صفقة القرن ونموذج المشروع الإبراهيمي للتطبيع من أجل ترسيخ وجود الكيان الصهيوني وشرعنته وسحب حق الشعوب العربية والمسلمة وأهلنا في فلسطين في مناضة هذا الائتلاف. ففي ظل ذلك جاءت الأحداث الأخيرة لمحاولة إخلاء الحي الشيخ جراح، وكانت المراهنة على أن هذه الشعوب قد ماتت وأنها غير قادرة على الفعل بما فيه الشعب الفلسطيني. فجاءت الأحداث الأخيرة لتبدد الأوهام التي رسمتها تلك التصورات، ولكن نلاحظ أمرين: أن المناطق التي فيها حرية الشعوب تعيش في إطار من الحرية هي التي كان هناك تفاعل على أرض الواقع على مستوى تنظيم مظاهرات ووقفات احتجاجية، كما رأينا في إدلب في سوريا، كما رأينا في تركيا، في أندونيسيا، في ماليزيا، في غيرها، في قطر، في غيرها من مجموعة من الدول العربية. أما الدول التي تحكمها أنظمة استبدادية فقد كان هناك تفاعل، ولكن في مساحة أخرى هي على وسائل التواصل الاجتماعي التي تمثل متنفس للناس للتعبير عن آرائهم. لكن يعني أستاذ أحمد، يعني نعم، خرج التظاهرات في المناطق المحررة من سوريا، في المناطق في المدن التركية، خرجت في الصومال، خرجت في بعض المدن العربية، لكن هل هذه التظاهرات من حيث زخمها وأعداد المشاركين فيها واستمراريتها تنسجم مع مستوى الحدث الآن في غزة وفلسطين عموما؟ يعني هي في تلك المناطق، لأن في إطار محدودية هذه المناطق هي جيدة، ولكن في المناطق المركزية التي تتميز بكثافات بشرية زي مصر تحديدا لا يستطيع أحد أن ينزل إلى الشارع. عندما نزل بعض الأفراد ورفعوا علم فلسطين تم إلقاء القبض عليهم، فبالتالي الأماكن الأكثر اكتظاظا بشريا بالحالة العربية والحالة الإسلامية يعني في مصر، في بعض الأماكن في الجزيرة العربية وغيرها، لا يستطيع الناس أن ينزلوا بالتضامن مع القضية الفلسطينية لأنه سيتعرض إلى الاعتقال وسيتعرض إلى القمع. ولكن على وسائل التواصل الاجتماعي كان هناك مستوى كبير جدا من التفاعل، وكان هناك استبشار في العديد من الدول العربية بأن هذه المرحلة هي مرحلة
مواجهة للعدوان، وأن هناك ما زال أمل سواء في مواجهة الاحتلال أو في مواجهة أنظمة الاستبداد. وفي تقييمي أن الأمور بدأت تتضح، أن الاحتلال ليس بمفرده، غزة لا تحاصر من قبل معبر إريز أو معبر كرم أو سالم، بل هناك أيضا معبر رفح. فهناك أصبحت الصورة واضحة أن هناك احتلال في الأراضي الفلسطينية تعاونه وتصطف معه أنظمة الاستبداد وأعوان الاستبداد في المنطقة العربية. وهناك شعب مقاوم مناضل في فلسطين، وهناك شعوب، هناك أحرار في الشعوب العربية أيضا يصطفون مع هؤلاء. فصارت المعركة ضد الاحتلال والاستبداد هي مرحلة واحدة، هي معركة واحدة. المراهنة على فصل هذه الأمور أصبح صعب. فبالتالي عدم وجود فعاليات كبيرة في العديد من الدول العربية، هذا في رأيي لا يعزى إلى عدم التفاعل، إنما يعزى إلى القمع والاستبداد في هذه الشوارع. إذا تركت للشعوب حريتها، أنا لا أقول أن أغلب الشعوب ستنزل إلى التظاهر في الشارع، بل ستذهب إلى فلسطين مباشرة من أجل دعم أهل غزة وأهلنا في الضفة وغيرها من الأماكن. ولكن كما رأينا على الحدود اللبنانية وعلى الحدود الأردنية، ورأينا في الداخل المصري، يعني أي محاولات للتضامن المادي الملموس بتواجه بردود فعل قاسية من الأنظمة. فهذا هو السبب فيما قد يتصور البعض أنه تفاعل على الأرض ضعيف، ولكن في رأيي أنه تفاعل كبير مقارنة بما كان الوضع عليه، وهو في أعلى صوره في على وسائل التواصل الاجتماعي وغيره. نعم، ربطت حقيقة أستاذ أحمد بين عدم التفاعل المنتظر وبين جو الاستبداد السياسي في عدد من الدول العربية، وهو ربما ما يدلل عليه الحماسة التي شهدتها أكثر من مدينة عربية ورفض فيها من قبل السلطات، منع إحراق العلم الصهيوني. دعني أتحول إلى طرابلس لأرحب مرة أخرى بالأستاذ طارق شندب. أستاذ طارق، يعني دعني أقلب السؤال لك، نظرا للعملية التفاعلية بين ما يجري في فلسطين وبين المدن، بين الشارع العربي في مختلف الأقطار العربية، أي جو أو مناخ سياسيا ونفسيا ومعنوي أنتجه الحراك الآن ما يحصل في الأراضي الفلسطينية، الهبة الفلسطينية في عموم الشارع العربي؟ تحية لك ولضيوفك وللسادة المشاهدين. أعتقد أن الحراك أو المقاومة الفلسطينية أعادت إلى الأمة العربية روح الكرامة والعزة، وحركت هي من حركت الشارع العربي والشارع الإسلامي. وكان التفاعل العربي قوي جدا برأيي رغم من جائحة كورونا، ولكن ليس بالمستوى المطلوب. فلم نكن نشهد المظاهرات التي كنا نشهدها سابقا، سواء في لبنان، في سوريا، يمكن بسبب الحرب، في العراق، في حتى في دول المغرب العربي، في العالم الإسلامي. ولكن كان هناك يعني الانتفاضة أعادت للأمة هذا النبض، وللشارع العربي وللثورات العربية أعادت فيها روح الحياة. ولكن كان التفاعل جيد جدا بمستوى الضغط الذي يمارسه المطبعين، وبالمستوى الذي صرف على عملية التطبيع، إن كان من خلال الدعاية الإعلامية أو الضغط الإعلامي والسياسي وحتى الأمني. ولذلك نرى أن الشعوب عندما تحركت ولو عبر وسائل التواصل الاجتماعي وكانت تفاعلها قوي جدا، أجبرت الحكومات على اتخاذ موقف داعم لانتفاضة الشعب الفلسطيني. فتحرك الشعب الأردني وتحرك الشعوب العربية الأخرى أجبرت الحكومات على اتخاذ هذا القرار، بعدما شاهدنا في اليومين الأولين من عملية قصف غزة شبه سكوت رسمي لجميع الدول العربية أو للدول العربية. وبعد ذلك بدأت تصدر البيانات، وإن كانت ليست على المستوى المطلوب، ثم تطورت إلى أكثر من بيانات، إلى إدانات وغير ذلك. ولكن دعني أقول لك أن الشارع العربي صحيح متضامن مع غزة، ولكن هناك، لنكون صريحين، هناك لا أريد أن أقول انقسام، هناك شبه إجماع يعني على دعم قضية فلسطين، إلا أن من لا يدعم قضية المقاومة الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني بالتحرير وحقه بممارسة حقوقه والدفاع عن نفسه هذا مبحث آخر، هذا يشك فيه، وهذا من يكون من محور يعني التابع للصهاينة أو للعملاء. ولكن داخل الشارع الداعم لعمليات الشعب الفلسطيني وللانتفاضة ولحق المقاومة برز من، وهذا رأي كبير كثير، وأنا يعني هذا الرأي طرح على وسائل التواصل الاجتماعي وحتى في الشارع العربي في البدايات السياسية، أن الكثيرين من هؤلاء الأخوة العرب والمسلمين الذين يدعمون تحرك الشارع الفلسطيني يعني وضعوا علامة استفهام حول مواقف بعض الفصائل الفلسطينية فيما يخص الثورة السورية، وبالأخص عندما تم تمجيد القاتل الإرهابي
قاسم سليماني واعتباره شهيد القدس. ولكن بالمجمل يعني الكثيرون اعتبروا أن تلك الهفوة أو السقطة التي قام بها مسؤولي حماس بصراحة وغيرهم لن تسني الشارع العربي عن دعم قضية فلسطين، واعتبروا إذا كانت قادة حماس أخطأوا بحق الثورات الربيع العربي ولم يدعموها، فإن العرب والمسلمين لن يقعوا بنفس الخطأ ولن يدعموا المقاومة الفلسطينية. نعم. ولكن مع وضع محاذير من أن تستثمر إيران عبر بعض الفصائل لهذا الانتصار، بالرغم من أن محور إيران انكشف في هذه العملية ولم يقم بأي عملية، لا من حيث الجماهيرية ولا من حيث الدعم السياسي ولا من حيث المظاهرات، حتى على وسائل التواصل الاجتماعي كان هناك ركود يعني يضع أكثر من علامة استفهام لماذا لم يتحركوا بدعم قضية فلسطين. ومن هنا أرى أن التحرك العربي أو تحرك الانتفاضة كشف زيف محور ما يسمى الفيلق القدس ومحور القدس ومحور الممانعة وكذبهم فيما خص دعم ثورة أهل فلسطين وحق الشعب الفلسطيني. نعم. بالمطلق أرى أن الروح التي أعيدت للقضية الفلسطينية التي انتصرت على عملية التطبيع أعادت الحياة للربيع العربي، لكل من هو عربي يفكر بحقه. طيب. في مواجهة العدو الصهيوني وفي يعني الخروج في وجه الظلمة سواء كانوا في العالم العربي أم عند العدو الصهيوني. حقيقة يعني آخر ما ذكره الأستاذ أسامة، آخر ما ذكره الأستاذ طارق في طرابلس، يعني أريد أن أبني عليه عندما قال أن هذه حركت الشارع العربي الهبة الفلسطينية. يعني ثمة من يتحدث بمنطق آخر عطفا على ما قاله طارق في طرابلس بأن الهبة الفلسطينية هي التي يعني وفرت نوعا من الدعم لغلاف فلسطين الجغرافي، أتحدث عن مصر، أتحدث عن سوريا، أتحدث ربما عن العراق، عن لبنان، تهيئة لهم لربما مد ثوري جديد متأثرين بما يحصل بفلسطين. إلى أي مدى توافق على هذا المنطق؟ يعني أنا الحقيقة لا أعول كثيرا على هذه الفكرة، ولكنها فكرة منطقية. لأنه لماذا لا تعول عليها؟ الطغيان، لأن هناك تعب لدى ثورات الربيع العربي، ربما هناك توقف في بعض البلدان كمصر. على كل الأحوال الثورة السورية مستمرة، الثورة السورية تضع نصاب أعينها القضية الفلسطينية وتعتبر جزء الفلسطيني جزء من بلاد الشام، وأنت تعلم كل التفاصيل. لكن انظر معي وأنا أكررها مرة أخرى، أن المناطق المتحررة من الطغيان كانت ردة فعلها وتفاعلها مع الأحداث التي تجري في فلسطين أكثر بأضعاف مضاعفة. وقلت لك مرة أخرى أكرر، الجاليات اللي متحررة اللي برا اللي في الخارج، إذن هي أيضا عبرت عن نفسها أكثر من المناطق اللي تحت الطغيان. لذلك قضية التخلص من الطغيان الآن، ونلفت الانتباه نحن دائما إلى أنه التخلص من الطغيان هو جزء من مناصرة الشعب الفلسطيني، لأنه الجميع يعلم أنه الشعب العربي بالمجمل يضع قضية فلسطين قضية محورية في ذهنه. هناك أمر مهم جدا، مثلا أنه قاسم سليماني رفعوا صور له في غزة، أنت تعلم أنه هناك مقاطع لمن أزال صورة قاسم سليماني من داخل غزة ومناطق فلسطينية أخرى. نحن نعلم في الداخل الفلسطيني في 2012 توجهنا إلى عبر الأنفاق، ذكرتها لك سابقا، توجهنا إلى رفح وإلى غزة الفلسطينية بأيام مباركة عظيمة، ونعلم أن تفاعل الشعب الفلسطيني مع مثلا مع الثورة السورية المباركة تفاعل تام من كل الصغار والكبار، هذا يجب أن يكون معلوم. لذلك نحن أيضا أمام مؤسسة يعني قادة أيضا لا يعبرون، وأقولها بوضوح من هذه الناحية، التفاعل مع الشعوب العربية يعني هذا يعني أيضا، وتفاعل العرب مع الفلسطينيين أيضا، الجانب الرسمي حتى ضمن حركة حماس، الرسميين الناطقين باسم حماس لا يعبرون عن رأي الشعب الفلسطيني تجاه الثورات العربية. الرأي الشعبي عظيم من كلا الطرفين تجاه الطرف الآخر. لذلك قضية قاسم سليماني
يعني كل الفلسطينيين، واقولها انا يعني على الهواء مباشره، كل الفلسطينيين يعني يرفضون الموقف من قاسم سليمان او تكريم هذا المجرم. حتى لا نخرج عن صلب الموضوع، دعنا نذهب الى فاصل. بعد الفاصل سنبحث مع ضيوفنا الكرام كيفيه تفعيل وسائل وسبل واوجه الدعم العربي للحراك والهبه الفلسطينيه في الداخل. فاصل قصير ومن ثم لنا عوده. السادة المتابعين الكرام، نعلمكم بأن موقع قناة الرافدين على الإنترنت وحسابي القناة على تويتر وإنستغرام تم تهكيرهما من قبل ذيول إيران، فالرجاء عدم التعامل معها وعدم الاستجابة لأي طلب يأتيكم من إيميل الموقع المخترق الذي هو info@arrafidain.org. والحسابات التي تم اختراقها ويجب عدم التعامل معها هي حساب تويتر، حساب انستغرام، موقع القناة على الانترنت. وكذلك يرجى من المتابعين الكرام متابعة أخبارنا ومنشوراتنا على كل من حساب تويتر وصفحة القناة على الفيسبوك وحساب القناة على تليجرام. أسعدكم الله، هذه عودة للحديث عن سبل الدعم العربي الشعبي لانتفاضة الفلسطينية ضد العدوان الإسرائيلي. أستاذ أحمد في إسطنبول، يعني الحقيقة التركيز الحقيقي يعني كان ظاهرا في مناصرة غزة وبيت المقدس، كان هناك نوع من التحول من التظاهرات الميدانية في الشوارع إلى التظاهرات في العالم الافتراضي في شكل وسوم ومنشورات وحملات إلكترونية. سؤالي هو يعني هل التفاعل الإلكتروني أو التفاعل الدعم في العالم الافتراضي يحقق الغرض المنشود والغاية المنشودة بالنسبة لتوفير الدعم المعنوي والنفسي وحتى المادي للفلسطينيين في الداخل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني فيما يخص الدعم المادي، الدعم المادي لا يمكن أن يدخل إلى الأراضي المحتلة سوى عبر المعابر التي تحاصر من خلال غزة كما تحدثت، جزء من الاحتلال بشكل مباشر وجزء اخر مثل معبر رفح. حتى الان حتى المصابين لم يتم علاج سوى قرابه 15 مصابا تم نقلهم الى مصر وعدد محدود للغايه. فتقديم الدعم المادي هذا يتطلب تحرير الاماكن التي والمنافذ والمعابر التي يمكن من خلالها ايصال الدعم المادي، او ممارسه ضغوط على الانظمه التي تحجب وصول الدعم المادي. اما فيما يتعلق بالدعم المعنوي والدعم النفسي فهذا بدون شك وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الإعلامية والمواقع الإخبارية وغيرها هي منابر يمكن من خلالها إيصال هذا الدعم. وفي ظني أن موجة التفاعل الحالية هي موجة كبيرة وقد تكون حتى مفاجئة للأنظمة الاستبدادية، بل مفاجئة لدولة الاحتلال نفسها وللقوى الدولية التي كانت تراهن على أن موجة طبعا التي تعرضت لها الشعوب العربية بعد الثورات المضادة قد قتلت فيها قدرتها على المقاومة وعلى المدافعة وعلى رفض الظلم والاستبداد أو حتى على التعاطي مع بعضها البعض. وهذه نقطة مهمة، أن ربما تكون هناك بعض المواقف مثلا في بعض الدول البعض يعترض عليها فينظر للقضية الفلسطينية من منظوره الخاص، يعني كما يقال مثلا أن حماس لا تعبر عن الشعب الفلسطيني، لا حماس تعبر عن قطاع ضخم من الشعب الفلسطيني والمشاكل، وهي تقود الصراع والمعركه الحاليه. ويعني نحن نتكلم في عالم افتراضي، انما هناك كيانات وهناك نماذج هي تقود المعركه الحاليه وتعبر عن الشعب والشعب يقف خلفها. ربما تكون له مواقف يعني قد لا نتفق معه فيها او نختلف فيها، ولكن تظل القضيه الفلسطينيه هي قضيه مركزيه طالما ان البوصله تستهدف المحتل. قضيه فلسطينيه ليست قضيه فلسطينيه او عربيه، بل هي أوسع من ذلك، هي قضية إسلامية وكذلك قضية إنسانية. ففي الواقع الحالي نجد أن هناك حاليا حملات لجمع التبرعات لإعادة الإعمار في الكويت وفي قطر وفي تركيا
ولكن سيظل الإشكال في كيفية إدخال هذه المساعدات وفي ممارسة الضغوط على الجهات التي تقف كمانع وعقبات أمام إدخال المساعدات الطبية والمالية لإعادة إعمار القطاع والمناطق المدمرة بعد ما حدث من عدوان واسع. فإذا قلنا على المستوى الاستراتيجي، في الحقيقة فلسطين لن تتحرر سوى عندما تتحرر دول الطوق العربي من أنظمة الاستبداد التي تعيق الشعوب العربية عن تقديم الدعم المطلوب لأهلنا في فلسطين من أجل استعادة حقوقهم. وفيما سوى ذلك، لا، مستوى التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي كان جيد وكان كبيرا، وحتى عندما نرى يعني على سبيل المثال في واقع رمزي مستوى التعاطي مع فيسبوك والتهاضم للتعبيرات والكتابات المؤيدة في فلسطين، رأينا حملة شنت على فيسبوك من أجل إعطاء تقييمات ضعيفة لهذا التطبيق، يعني التقييم الإجمالي للتطبيق على متجر التطبيقات انخفض بشكل كبير جدا. فده دليل إن في موجة تفاعل شعبي كبيرة، موجة رفض للجهات التي تطبع، الجهات التي تقدم خطاب مضاد للمقاومة أو تحاول أن تضيق على هذا الأمر. كذلك هناك حالة رفض شعبي ملموس وملحوظ وواسع لموضوع التطبيع الذي بدأ مؤخرا يتسع وكان مراد له يعني يتحول إلى تطبيع شعبي. أظن أن هذا الأمر يعني أصبح جزء من الماضي في ظل الانتفاضة الحالية وفي ظل الدعم الشعبي الواسع للمقاومة وفي مناهضتها للاحتلال وتصديها للاحتلال. طيب دعنا نوسع يعني قاعدة الحوار أكثر وأنتقل إلى طرابلس. أستاذ طارق، حقيقة أنقل لك سؤال مطروح على لسان كل عربي تقريبا، ربما تكون الصورة الأكثر رعبا من الصواريخ الساقطة على العمارات والأبنية والمستشفيات والأسواق في غزة، ربما تكون مشاهد مئات ملايين العرب والمسلمين الذين يتابعون بصمت تقريبا ما يجري في غزة. غزة اليوم حتى تصمت تحتاج إلى محيط عربي يشعر بها، يساندها. كيف يمكن توليد هذه الحالة من المساندة لغزة؟ يعني ما الذي على الشارع العربي أن يفعله في هذه الأيام؟ شوف دكتور أخي العزيز، الشارع العربي لنكون صريحين لم يبقى اليوم من الأيام، وهذا واجبه، في دعم أي قضية محقة وبالأخص القضية الفلسطينية. فنرى التفاعل العربي سواء مع الثورة السورية أو مع الثورة يعني مع اليمنيين أو مع والآن وبالأخص مع أهل فلسطين، وبخاصة أن فلسطين محتلة، وبالأخص مع ما يجري في أو جرى في بيت المقدس وما يجري من عمليات تهجير وتغيير ديموغرافي وطرد الأهالي الفلسطينيين من بيوتهم، بالإضافة إلى ما يجري في غزة والتضامن العربي. أول التضامن العربي تجلى بعدة يعني بعدة وجوه. نرى الآن نحن اختلفنا الآن عصر تطور جديد، وسائل التواصل الاجتماعي لو تابعناها جميعا من تويتر فيسبوك في كل وسائل التواصل الاجتماعي يوتيوب، لنرى الهجمة يعني الإعلامية التي تنشر جرائم وفظائع ما يرتكبه العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، وأوجه التضامن العربي والإسلامي في كل مكان، وهذا ما يعطي للشعب الفلسطيني يعني أنا أرصد الفيسبوك وتويتر، هذا يعطي للشعب الفلسطيني يعني اندفاع ويعطيه نفس جديد للاستمرار في المواجهة، ويعرف أن هناك شعوب تقف معه وأن هناك من يؤيده في حقه في الدفاع عن نفسه وعن أرضه وعرضه وماله. إضافة إلى ذلك يعني لا يكفي فقط هذا التفاعل، وإن كان هو مهم جدا إعلاميا، دون أن ننسى مثلا في عام 1980 جرت مجزرة حما، لم يتم تصوير صورة واحدة عن ما جرى رغم مقتل 70,000 سوري. ولكن عندما نحن الآن في عصر التطور، في عصر التكنولوجيا، عصر السوشيال ميديا، تنقل لحظة بلحظة ما يجري. وبذلك على الشعب الفلسطيني والسائرين الفلسطينيين أهمية كبرى في عملية توثيق الجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني ونشرها للعالم وإرسالها إلى كل وسائل الإعلام ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، وإن كان بعض وسائل التواصل الاجتماعي تقوم على حذف هذه المواد التي تدين إسرائيل، ولكن يمكن إيصالها بأي طريقة أخرى عبر وسائل التواصل الاجتماعي أيضا المختلفة. هذا أمر جد مهم. الأمر المهم الثاني، وهو على الشعوب العربية، ليس فقط الدعم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إنما مثلا نحن كمحامين علينا واجب أن نتحرك مع مجموعة المحامين الفلسطينيين المختصين بالقضية الفلسطينية والتوجه نحو المحاكم المختصة لتوثيق تلك الجرائم وتقديمها أمام المحاكم الجنائية أو المحاكم المختصة لمحاكمة القتلة والمجرمين من قادة الكيان الصهيوني الغاصب. مثلا على الصعيد الصحافي والإعلامي،
الدور الذي يقوم به الصحفيون والإعلاميون، تغطية الأحداث كما تقوم حضرتك الآن، هذا أمر جهد مهم لإبراز هذه الناحية، سواء من الناحية الإعلامية أو السياسية أو على كافة المستويات. ولكن يبقى الجهد المهم والملقى على عاتق الحكومات المغيبة أو التي هي شبه غائبة عن ما يجري حقيقة في الشارع الفلسطيني، ولكن كذلك هناك عاتق مهم ملقى على عاتق منظمة دول التعاون الإسلامي، جماعة الدول العربية. ولكن أنه بالضغط الإعلامي، يمكن أن تجعل الشارع العربي يقوم بما هو مطلوب منه تجاه القضية الفلسطينية، ولكن هذا لا يعفي الحكومات من القيام بواجبها الأساسي. دون أن ننسى أرجو المعذرة يعني أستاذ طارق، الوقت يدركني، يعني ليس لدي إلا القليل من الوقت، يعني أشرت إلى أفضل في التغطية. نعم. أشرت إلى نقطة الحكومات وأن عليها مسؤولية، وهنا نحن أمام تطور مهم ومفاجئ بالنسبة لبعض المراقبين، وهو التحول إلى الاستوديو الأستاذ أسامة، وهو موقف مصر. مصر القيادة المصرية الآن أظهرت استياء واضحا ودعما مباشرا للفلسطينيين، سيارات إسعاف، بعض الأموال، اللوجستيات إلى آخره، بغض النظر عن أسباب هذا الموقف، لكن إلى أي مدى يمكن لهذا الموقف المصري المتقدم نسبيا أن ينعكس إيجابا على مسار الدعم الشعبي للعرب، الشارع العربي بالنسبة للفلسطينيين؟ هل ثمة يمكن أن يحصل نوع من التأثير؟ يعني للأسف نحن إذا عولنا على ذلك نكون يعني لم يعني غيبنا الحقيقة عن المشاهد الكريم. المحيط العربي الرسمي حول فلسطين متآمر بالمجمل، ويجب علينا أن نبحث عن أسباب حقيقية لهذا الموقف في قضية التبرع بملايين الدولارات لإعمار غزة، كذا اللي أعلنت في مصر. على كل الأحوال يعني أنا كفائر أقول ربما أن هذا الموقف خشية التحرك الجماهيري أو الصحوة الجماهيرية بعد هذا الصمت المصري الشعبي، يعني أن يكون التحرك، وسمعنا أن هناك في سيناء من تحرك، في الصعيد من تحرك، من قام بمظاهرات، هناك احتقان من هذا النوع. على كل أستطيع أن أفسر الموقف الرسمي المصري بهذا الاتجاه وليس باتجاه آخر نبيل. على كل الأحوال لأنه الموضوع يطول، ولكن لا نريد أن نخرج عن، لكن أن عندما نتحدث نحن الآن عن الوسائل التي أمام الشعوب العربية، هناك الوسيلة المالية. الوسيلة المالية إذا وضعت ورقة وقلم وبدأت بحسابات أن التبرعات التي يمكن أن تصل من الجمهور العربي تجاه القضية الفلسطينية ستصل إلى أرقام فلكية، هذا واحد، وأنا لدي تجربة في هذا الأمر. الأمر الآخر، إذا الموضوع المالي مهم جدا، ليس فقط تجد شعب كامل يواجه ومكتفي عن كل الناس، يحتاج دعم مادي، يحتاج دعم مادي، وقل ما شئت عن كل الوسائل أنها ستكون، لكن أحمد طرح قال إن المشكلة في كيفية إيصال هذه الأموال إلى الفلسطينيين. لذلك أنت أمام محيط عربي رسمي متآمر، ولكن هناك وسائل ولدي يعني تجربة في هذا الشأن. على كل الأحوال انظر معي إعلاميا، إعلاميا يجب علينا أن نربط، قلت لك كلمة شعب عربي لا تربطها إلا بالذين انتفضوا في ثورات الربيع العربي، اللي ما انتفض ضد الطغيان في الدول العربية هذا لا تسميه شعب عربي، ساكت، هذا شعب ساكت أيضا سيسكت عن قضية فلسطين. لذلك إعلاميا يجب علينا أمام الثوار السوريين نحن نربط منذ زمن ونقول لهم من الذي أبقى بشار الأسد؟ إنه الدعم اللوبي الصهيوني في أمريكا، ضغط على الولايات المتحدة حتى لا تقوم بتغيير حقيقي لهذا النظام. كذلك المجموعات الضغط الصهيونية في أوروبا فعلت مثل ذلك، إسرائيل لا تريد زوال هذا النظام. هذه حقيقة يجب علينا توعية الناس من خلالها. هناك أمر مهم دعوي، وسيلة دعوية لا ننسى أبدا، الموضوع ليس قضية دينية، وإنما هذه حقيقة نذكرها كسياسة، أن هذا الدين هو الذي حرك الجمهور الفلسطيني، لأن الموضوع موضوع أقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، موضوع الأقصى، رد فعل غزة لتأديب الصهاينة الذين اعتدوا على الأقصى والشيخ جراح إلى آخره، تفاصيل معلومة. لذلك الذي يبقي على الطغيان هذا نداء لكل الشعوب العربية التي انتفضت، كمان حتى في المغرب العربي نقول للجميع الذي يبقي على الطغيان هو دعم عالمي صهيوني مرتبط بإسرائيل من أجل الإبقاء على هؤلاء المستبدين. وجد نتنياهو يا رجل في مقطع غريب من نوعه يتكلم عن إحدى الدول الاستبدادية في المغرب العربي بين قوسين الجزائر، ويقول هؤلاء ظاهريا يضحك، هل وصلكم هذا المقطع؟ يضحك ويستهزئ ويقول هؤلاء الذين يعادوننا بالشعارات طلبوا منا لقاح كورونا بكميات كذا وكذا،
يعني هو يعني يكشف أو يكشفون بعضهم البعض. على كل هاي وسيلة الدعوية مهمة، الربط مع هذا الدين العظيم الذي حرك هذا الشعب ويحرك الشعوب العربية. والمسألة المالية، وقلنا إذا إعلاميا دعويا ماليا نستطيع فعل الكثير، وحتى الإيصال رغم الحصار العربي الرسمي نستطيع إيصال المال للداخل الفلسطيني. أمر أخير أقول لك. طيب سأعود إليك لو تعطينا ليس لدي للقيمة الوقت لو أذنت. أنا هذا في عجالة. طيب. أقول لك أن القضية المالية عندما نؤمنها عن طريق الشعوب والتبرعات البريئة بين قوسين غير منتمية، نستطيع بعدها أن نطلب من القادة الفلسطينيين أن يبتعدوا عن دولة الشر إيران التي تجعل الجمهور العراقي، الجمهور السوري، جماهير كثيرة في المنطقة مكبلة، ليس فقط مكبلة وإن ممتعضة من موقف بعض قادة حماس أو بعض قادة الجهاد الإسلامي. طيب أذهب إلى الأستاذ أحمد مرة أخرى. حقيقة هناك البارحة وفي أثناء التحضير لهذه الحلقة لفت نظري تقرير مهم لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، تقول فيه إن هناك تحول وعميق في كيفية نظرة الشارع العربي لوسائل وسبل الدعم للقضية الفلسطينية، وركزت كثيرا على قضية العالم الافتراضي، وأن هذا الدعم الشباب العربي شارك وأنجز تظاهرات مهمة جدا اكتسبت بعدا عالميا وتأثيرا دوليا، حتى أن كثيرا من القوة الصلبة في أمريكا وفي أوروبا أبرزت مواقف مهمة من القضية الفلسطينية، رفضت العدوان الصهيوني وأيدت الفلسطينيين بوحي من التظاهرات الإلكترونية العربية. سؤالي هو في حساب المنافع والخسائر بالنسبة للقضية الفلسطينية، كيف يمكن حساب وتقويم هذه التظاهرات في العالم الافتراضي؟ ولو أذنت لي أن نختصر قليلا. هو الساحة الافتراضية حاليا هي أصبحت ساحة أساسية في تشكيل الوعي العام، يعني حتى في الدول الكبرى في الولايات المتحدة رأينا كيف أنها ساحة للصراع خلال الانتخابات الرئاسية، فكذلك الصراع والحروب لم تعد صراعات ميدانية أو صراعات سيطرانية فقط، بل أيضا صراعات على تشكيل وعي الجمهور من خلال أحدث هذه الوسائل، هي وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت يعني تأثيرها ربما يفوق تأثير القنوات الـ يعني بعض القنوات الفضائية أو الإذاعات الصوتية أو المجلات، فأصبحت ساحة مهمة للغاية. وفي هذه الساحة نتيجة ضعف يعني قوى الاستبداد، ضعف قبضتها عليها، بتكون مساحة أكبر للشعوب أنها تعبر عن آرائها بقدر أكبر من الحرية. فكما يعني ذكر ضيوفنا أن الشعوب العربية بطبيعتها يتواقى للحرية، أغلبها يريد التخلص من الاستبداد ويريد التخلص من الاحتلال، فهو يعتبر القضية الفلسطينية قضية مركزية وقضية محورية لأبعاد عربية وإسلامية وإنسانية. فبالتالي بالطبع مستوى التفاعل كان كبير، ساهم في تشكيل قدر كبير من الوعي العام، حتى بنشوف ان الكيان الصهيوني بيحاول ان يدخل على هذه المعركه من خلال بعض القنوات المتحدث باسمه او بعض الشخصيات العامه الاسرائيليه تتناول العربيه، فهي ساحه كبيره ولكن الى الان الغلبه فيها هي يعني للشعوب العربيه التي تريد التحرر من الاستبداد، وظني ان هذا سيكون له ما بعده خلال الفترات القادمة، وأنها ستثير يعني في الناس معاني الصمود والعزة ومدافعة الباطل بعد أن كانت المراحل السابقة ربما شهدت عدد من الانكسارات التي أثرت في النفسيات والمعنويات. طيب أشكرك على الالتزام بالوقت أستاذ طارق. حتى يكون الهدف واضحا في وعي الشارع العربي عندما يتحدث عن دعم شعبي عربي لغزة، ما الهدف الذي ينبغي لهذا الدعم أن يحققه؟ هذا الدعم يجب أن يكون مبني على إعادة الروح الحقيقية للثورات العربية، وعندما أقول الثورات العربية لا أقصد الثورات التي حصلت في الماضي، وإنما الثورات المستمرة والثورات في نفس كل عربي تواق إلى الحرية في بلد لا يتمتع فيه بالحرية. فمثلا عندما نسمع في القدس أغاني وأناشيد الثورة السورية وأصوات الصاروخ ورفع العلم السوري، فهذا يعني ما يعني. وعندما نرى في المناطق المحررة في سوريا مظاهرات دعما للشارع الفلسطيني، فهذا يعني ما يعني. ولكن عندما نرى في جنوب لبنان ضبط لمن يحاول إطلاق صواريخ على الكيان الصهيوني، فهذا يعني أيضا رسالة واضحة. يعني جنوب لبنان حيث مناطق سيطرة حزب الله تقصد؟ حيث مناطق سيطرة حزب الله يعني تقصد؟ نعم. هذه الثورة هي كالثورة السورية، هي فاضحة
لكل من يتاجر بالقضايا الإسلامية، ولكل من يتاجر بشعار الحرية وشعار الكرامة، ومن يؤيد بشار الأسد هو كمن يؤيد نتنياهو، ومن يؤيد نتنياهو هو من يؤيد بشار الأسد، الاثنين وجهين قصيرين لعملة واحدة. فعلى الشعوب العربية أن تختار، وأعتقد أن أكثرية الشعوب العربية اختارت. طيب أريد أن أختم معك أستاذ أسامة، هل هناك طريقة لجعل الحملات الشعبية العربية الآن سواء كانت مالية أو عبر وسائل التواصل المجتمعي، هل ثمة وسيلة لجعلها مؤثرة تشكل ضغطا على قرارات الكيان الصهيوني بشأن استمرار الحملة العسكرية على غزة؟ هي مؤثرة بلا شك، وأنت تعلم أن مظاهر هذا التأثير، أحد القادة الصهاينة مؤخرا من حوالي 5 أيام قال أنه لم نستطع كسب الشعوب العربية رغم كسبنا للرأي الرسمي أو هكذا وهكذا، قال لأنهم شوهوا عنا كثير من القضايا في الإعلام وهكذا، هكذا قال. لذلك هذا التضامن، عدم القناعة بالتطبيع، الشعوب العربية ترفض التطبيع، تطفر التطبيع مع هذا الكيان. لذلك إسرائيل تعلم أنه كل مواقف العرب الرسمية لا تعني شيء، وهي تحافظ على استفزازها الذي يجعلها كيان مكروه من محيطه. نحن ذكرنا أن كيان مكروه من محيطه في كراهية بين محيطه. هذا شيء معروف أستاذ أسامة، أنا أريد أن أفيد من خبرتك في دعم الثورة السورية، وأنت رئيس هيئة الإنقاذ السورية، يعني أنت لديك خبرة واسعة في قضايا الدعم الشعبي، أريد أن أفيد من هذه الخبرة، كيف يمكن تدعيم هذا الدعم الآن؟ الآن القضية المركزية الآن في هذه اللحظة وفي هذه الأيام هي ما يحصل في فلسطين بالتحديد، كيف يمكن لهذا الدعم العربي، كيف يمكن تفعيله، كيف يمكن دفع العرب إلى النزول إلى الشارع حتى يتأثر القرار العربي ولو حياء على الأقل؟ يعني نحن أمام فرصة تاريخية أيضا من خلال التوعية والإعلام، أنا أقول لك، ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي نستطيع أن نوصل الأفكار إلى الجمهور العربي الثائر. قلت لك لا تعتمد على شعوب لم تتحرك، هذا سينعكس إلى تبرعات مخيفة وستصل، هناك طرق لا أستطيع أن أتكلم بها على الهواء، تصل، لكن لا يوجد هناك آلية لجمع التبرعات، يعني في كل الدول العربية تقريبا ممنوع التبرع ضمن خارج سياق الحكومة، هناك طرق مباشرة، ليست الطرق اللي يعني اللي فيها دعاية للتبرع وفيها كذا، هذه يعني تجاوزناها منذ فترة طويلة. وأنا لا أعطيك مثال إذا الوقت يكفي، قلنا عن الثورة السورية في أحد المؤتمرات ربع الحاضرين، قلت لأحد الأشخاص إذا عنده معلومات عن ربع الحاضرين أنه إذا تبرعوا بخمس مالهم للثورة السورية هذه في سنوات سابقة، قال لي بعد حسابات أمضاها خلال 6 ساعات، قال لي إذا تبرع ربع الحاضرين بخمس مالهم اللي أنا بعرف حجمه، هو يقول لاكتفت الثورة السورية ل10 سنوات. أما قضية فلسطين، أما قضية إيصال المبالغ، أنا لدي تجربة، لا نستطيع أن نتكلم عن تفاصيلها. هو اللي أقصد، عفوا أستاذ أسامة، بنصف دقيقة، يعني الشعب العربي سخي في قضية أو في غير جداً. قضية، لكن عملية آلية ليس فقط جمع التبرعات، آلية مثلا تنظيم الحملات الإعلامية الإلكترونية، يعني كيف يمكن أن تكون مركزة ومؤثرة؟ اللي يتكلم عن العالم الافتراضي، وكيف نحن جربنا ذلك، أنه من خلال غرفة على الواتساب تم جمع التبرعات وإيصالها إلى مستحقيها في الثورة السورية المباركة، وهذا يمكن أن يحصل في فلسطين. هناك حصار، نعم، عربي رسمي، وهناك حصار من الولايات المتحدة ومن دول أوروبية أخرى، ولكن هذا الكلام، أقول لك أمر بسيط جدا، الذي جعل من ملك السويد هو وزوجته يخرجون ويضعون العلم الفلسطيني، هذا ما كيف حصل؟ حصل بضغط من ناس فلسطينيين وسوريين ثوريين في داخل السويد من خلال إعلام سويد ستوكهولم، سويد جعلت الملك السويدي يضع هو وزوجته يضع العلم الفلسطيني على عنقه ويخرج أمام الناس. لذلك لا تعتقدوا أن كل شيء أنه الأمر مظلم داخل الولايات المتحدة، لا، له وجهان في الشعوب العربية، الشعوب الأوروبية وجهان، نستطيع أن نستغل الجانب المشرق الإنساني الموجود في أوروبا وفي أمريكا. يا رجل، داخل الولايات المتحدة، أنا قلتها وأكررها، معلش، هناك لوبي إن صحت التسمية فلسطيني نظيف يقوم بجمع تبرعات بطرق مختلفة وتصل، ويجب علينا إبعاد، بعد أن ذكر يعني الكرام وقالوا عن انكشاف الكاذبين والمتاجرين كيف فضحوا في هذه الانتفاضة الفلسطينية العظيمة، علينا أن نعزل هذه الانتفاضة عن المزاودين من إيران ونظام الأسد وغيرهم. وهذا يعتمد على المال، عندما يقول لي
ممثل حركة الجهاد الفلسطيني في غزة أقول لك، يقول لي بنزين سيارتي من إيران، هكذا هكذا الذريعة فقط هذه الذريعة. نعم. لذلك عندما يكون هناك مال من تبرعات عربية ضخمة تصل للداخل الفلسطيني، هم ليسوا بحاجة لشيء آخر على الإطلاق. انظر تسليحهم، والصهاينة يقول لك $300 عم نطلق صواريخ $50,000 لكل صاروخ أبو $300 حتى نسقطه إذا أصيب، ولدواعي اقتصادية إذا ما شهدت إسرائيل أن الصاروخ ذهب إلى الصحراء فتمتنع عن إسقاطه لدواعي اقتصادية. لذلك يا سيدي نحن نقترب من توازن ما يسمى بتوازن الرعب، والرعب أكثر في الجانب الصهيوني أكثر من الشعب الفلسطيني. وأنا أريد أن أنشئ توازن الرعب مع المخرج لأنه يعني أدركنا الوقت. مشاهدين الكرام، ختاما أشكر ضيوفي الكرام. كان معي في الاستوديو الأستاذ أسامة الملوحي رئيس هيئة الإنقاذ السورية، كما كان معنا عبر سكاي من اسطنبول الأستاذ أحمد مولانا الباحث في الشؤون السياسية والأمنية، ومن طرابلس الأستاذ طارق شندب أستاذ القانون الدولي والعلوم السياسية. شكرا لكم مشاهدين الكرام، دمتم في حراسة المولى.